السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة على حالة، هي حالة صعبة وما أحبش إن هي تجيلي تاني، وما أحبش إن تجيلي أي حد فيكو تاني. very tricky. الحالة دي مقلب، تمام؟ ليه بقى؟ في حاجة في الطب يعني، أو في مفهوم، ألا وهو اسمه stump appendicitis. فكرة stump appendicitis إن في بعض الحالات النادرة بعد ما الجراح بيشيل الزائدة بيربطه على البيس، في بعض الأوقات بيحصل إن بتكون الروت أوف ذا أبندكس أو الستامب اللي هو سايبها كبيرة شوية، فمع الوقت يحصل تاني انفلاميشن في الجزء ده فيتكون حاجة اسمها ستامب أبندسايتس، حاجة بتبقى شبه الأبندسايتس قصيرة جدا طلع برضو من مكان الابندكس وحواليها انفلاميشن. والكيس دي يعني وارد ان احنا نشوفها كل يعني سنه اتنين مره، is not common يعني. تمام، خلينا اوريكم الكيس. تمام، خلينا اوريكم الكيس. تمام، فين تعالى نشوف هنا احسن. تمام، بص يا سيدي، انت هو شغال، نطلع تعالى السيكم. تمام، ده السيكا طالع منه حاجة اهي، حاجة دي اهي. تمام، شبه الابندكس يعني، ايه طالع من السيكا ده الاليوسيكال فولف، عشان عندنا الفات ده في حاجة طالعة من تحتيه كأنها سبسيروزل يعني، ما خرجتش للخارج يعني. تمام، و ديستندد فيها كالسيفيك ماتيريال. حاول لو تقيست الدايمتر بتاعها هتلاقي يعني 8 مثلا، طلعت 7 خلاص، طبعا كده الصباع اهي. فيعني زير ذا ستامب يعني، هو في ستامب انفليمد ولا لا؟ خلينا نشوف. ماشي، في شويه مينيمال فات ستراندنج هنا، شايف انت في شوية فات ستراند كده بسيط خالص. تمام، شوف فات الاكتيف لينف نود، هذا الستامب نازلين تحت، في فعلا ستراندنج هنا، في كولكشن اهو واهو واهو. فانت يعني للوهلة الاولى حد يعني حد يعني عارف انت هتبقى اكسايتد، اخيرا هي دي بقى الستامب من سايتس لما بيحكوا بيقولوا عليها. تمام، الحالة دي طبعا الحالة دي كانت عاملة زي ده طبعا يعني، السكور بتاع زي ده. تمام، هو ده. تمام، هتروح حتى في الاي بتاعك وتقول والله انا شايف ان ستامب ديستندد وحواليها فات ستراندنج وفي شوية شوتين في نوتس شكلها ستامب من سايتس وكلينيكالي في بين في الرايت ايليك فوس في كولكشن. جراح دكتور محمد منسي. تمام، دخل الحالة دخل العمليات على اساس ان هي ستامب من سايتس، ما لقاهاش ستامب من سايتس، لقاها ايه؟ رابشر اوفيريان فولكل اور سيست، حاجة صغيرة خالص كده. طب انا واضطر في العمليه ان هو يبلغ طبيب النساء عشان يجي بسرعه ويأسس الاوفري ويطمن كل حاجه تمام، خلاص تمام، رجع كل حاجه زي ما كانت. تمام، وادي الفولكل ال مبشره اللي حصل، او بمعنى صح انت زي ما تقعش في الغلطه دي. اول حاجه lesson number 1، اي كولكشن في الابدومن لازم تقيس الدنسي بتاعته 30، مفيش سيرس فلويد اللي هو بيتكون مع الانفلاماتوري بروسيس تبقى الدنسي بتاعته 30، تبقى الدنسي بتاعته 5 10 15 لما تبقى بتقول يعني يا بص مثلا 20 25 ماشي، انما يبقى كولكشن موجود في
mainly في الدوجلاس باوتش ومينلي حوالين الادنكسيا، موجود تحت، هو ديبندنت ممكن اي فلو دي كان مع تحت، بس الدنس بتاعته تبقى عالية للدرجة دي توصل 30 35، لا هنا في ايشو. يا اما هتفكر في حاجتين، هل الانفلاميشن اللي موجود في الستامب ابندسايتس اور ابندسايتس، انت ممكن تبقى في السيتويشن ده برضو ابندسايتس شديد قوي للدرجة دي ان احنا يبقى عندنا كمية البص اللي موجودة في الدوغلاس باوتش وحوالين اليوترس والأوفرز، كمية دي هل دي متناسبة مع درجة الانفلاميشن على اللي انا شايفينه ده؟ لا ما هي مش متناسبة. ففكرة ان دي مثلا تبقى رابشر ابندكس او ابندكولار ستامب والفلويد اللي كان موجود جوه الابندكس طلع لبره وراح عامل بقى بريتونايتس، والبريتونايتس دي عملت الكلام ده كله وبقى فيه باص، يعني ها ده احتمال وارد شويه. بس في احتمال تاني للهايبر دنس بريتونيال فلويد وهو هامرش، دي طفله يعني طبيا هي طفله عندها 15 سنه تحت 18 سنه، دول اطفال تمام، طفله عملت ازاي ده من سنتين وهي عندها 13 سنه، هي دلوقتي عندها 15 سنه وجايه باكيوت رايت ايديك فصه بين سن 15 سنه هو نهايه سن البلوغ عند البنات. ودايما لازم تحط في بالك الجاينيكولوجيكال كوزز اوف ذا رايت ايديك فصه بين. فانت شايف الرايت اوفري، هنشيل دي بس عشان نعملنا ازعاج، تعالي انت كده نشيلك تمام عملنا ازعاج، ادي اهي ده الرايت اوفري، في حاجه كانها كولابسد على نفسها، في خط كده انهانسنج كانه كولابسد على نفسه. عايز تبص على الناحيه الثانيه شايف ده الرايت، ده الليفت اوفري مفيش حاجه ولا انهانسمنت غريب ولا حاجه، في شويه فوليكلز صغيرين خالص نورمال، انما هنا في انهانسمنت في الاوفري. ولو احنا شفنا الاوفري ده في فيو تاني هتفهموا قصدي. خلينا نشوف اهي، شايف انت المنظر ده corrugated collapsed cyst اللي هي rupture cyst او rupture follicle اللي لما عملنا العملية لقيناها هي دي تمام. اللي حصل دي كيس كان فيها hemorrhagic cyst ruptured، عملت المينيمال بلفيك فلويد كولكشن ده، لما اتصورت بالسي تي يشاء العزيز الحكيم يعني ان يكون عندنا الابنديكولار ستامب دي اللي ما كانتش انفلام وهي ما كانتش سبب المشكله، هي الحاله دي كانت عندها رابشر اوفيريان فوليكل او سيست، انها اوريدي رابشر فانا مش عارف هي كانت فوليكل ولا سيست عشان السايز بتاعها، وعامله الهيموراجيك فلويد اللي انتوا شايفينه ده، وكانت هتعدي بكونزرفتيف تريتمنت تمام. فرجاء الليسونز اللي هنتعلمها في الليديز والفيميلز، لازم تأسس الاوفرز والتيوبس في اي كيس اوف اكيوت ابدومين، لانها في السيناريو المشهور اللي هو البي اي دي مع ابنسايتس، مين فيهم اللي سبب التاني، يعني ممكن تبقى عندك ابنسايتس عملت سكندري بي اي دي او بي اي دي عملت سكندري ابنسايتس، ده من الحاجات المعروفة ومشهورة يعني تمام. دي نقطة. النقطة التانية هي بس تذكرة باللي احنا بنقوله قبل كده دايما، احنا قلنا طفلة 15 سنة احنا صورينها سنجل فيز فقط، ما بناخدش نون كونتراست في الاطفال unless indicated. حالة acute abdomen انا مش indicated عندي ان انا اخد نون كونتراست، هاخد سنجل فيز فينس في الاطفال عشان الراديشن اكسبوجر تمام. اتمنى ان الحاله دي تكونوا اتعلمتوا منها الدروس المستفاده، قيس الدنسيتي اوف ذا فلويد، اسس الاوفرز والتيوبس في الليديز وفي الفيميلز، شفنا الابنديكولار ستامب هنا هي ما كانتش سبب المشكله خالص اوكي. وتعلمنا رابع حاجه هي موضوع السنجل فيز اوف ايمجينج في الاطفال عشان الراديشن اكسبوجر اوكي. اتمنى الحاله دي ما تجيليش تاني وما تجيلكمش لانها حاله تريكي وصعبه اوكي. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله.